أطلام خطيتكم. يا رب. محاضرتنا اليوم شو بدي أقول عنها؟ حلوة. كل محاضرة ما أن خلصنا للفلويد والبري أوبراتيف أو البري أوبراتيف، كل محاضرات الأدرس بتكون حلوة، بس بدها مين اللي يدرس. فمحاضرتنا اليوم إن شاء الله عن management of patients with chest and lower respiratory tract disorders. رح نحكي عن PE pulmonary embolism، pleural conditions زي pleuritis، عنا pleural effusion، hemothorax، pneumothorax، وعن chest trauma. هسه هاي الصورة كثير رسمتها هون، كثير حكيت عن إيش، عن الفيسيرال وعن بارايتال ممبرينز وعن الفلويدز اللي بيناتهم، المساحة بيناتهم شو سميناها؟ بلورال سبيس. بالضبط. نبلش بالبولموناري امبوليزم. شو يعني بولموناري امبوليزم أو شو يعني امبوليزم؟ هي عبارة عن ثرومبس تكونت في مكان وضربت في مكان ثاني، مثلا في الليج، ممكن من الهارت نفسه في حالات عدم انتظام نبضات القلب بتخلي القلب ما ينقبض، فبالتالي الدم بتجمع بتتكون خثرة، مع اي حركة ممكن مع السيركوليشن تتحرك وتضرب على اللنجز. فهي عبارة عن ثرومبس، انواعها ممكن تكون بلود كلوت، جلطة دموية عادية، ممكن تكون اير. عشان هيك احنا قبل ما نشبك الاي في شو لازم نعمل بالاي في سيت، شو بنسميها هاي البروسيس؟ برايمينج. لما انت تمسك الاي في سيت قبل ما تشبكه على الكانيولا بدك تتاكد انه ما فيهوش هواء، هاي البروسيس بنسميها برايمينج. ماشي، برايمينج. ليش طبعا نتاكد ما فيهوش هواء؟ عشان ما تعملناش اير امبوليزم. او ممكن تكون من فات. كيف يعني فات؟ في حالات مثلا لونج بون فراكتشرز، واحد صار معاه فيمر فراكتشر، كسر في عظمه الفخذ، فهذول الناس او حتى الهيب فراكتشرز هذول ممكن يصير معهم فات امبوليزم، ولها كثير ثيوريز تفسرها. في ناس بيحكوا انه البون مارو نفسه بيطلع من العظمه وبفوت على السيركيليشن وبيعمل فات. في ناس بيحكي لك بسبب الستريس، بسبب الميكانيزم تاعت الفراكتشر بصير اوكسيدايزيشن للفات اللي بيمشي في الدم وبيعمل فات امبوليزم. فقلنا هي عباره عن ثرومبس، هاي في البدايه. وين تتكون؟ في مكان معين في الفينوس سيستم، واكثر شيء وين؟ في الليجز وفي الهارت، او اي سايد من الهارت؟ الرايت سايد. ليش؟ لانه هذا الهارت وهذا الفينتريكل اللي بودي على مين؟ على اللانجز. فدائما لازم تكون الثرومبس من الرايت سايد او من الفينوس سيركوليشن. ليش من الفينوس سيركوليشن؟ ما قلناش من الارتيريال، لانه الفين او الفينوس سيستم راح يكون بالرايت اتريوم، بالرايت اتريوم عن طريق السوبيريور والانفيريور فينا كافا. اكثر شيء زي ما حكينا هم مين؟ ديب فين ثرومبوسز او الثرومبوس اللي ممكن تصير بالرايت سايد اوف ذا هارت. هسه شو يعني ديب فين ثرومبوسز؟ جلطه دمويه او جلطه تتكون في الرجل، في الغالب وين بتكون؟ في الكالف او الثاي. بسببها بتلاقي واحد يا الصمامات تاعت الفينز ما بتشتغل صح، او البيشنتس ما بتحرك، مثلا الناس اللي بضلهم قاعدين على السرير في المستشفى، او مثلا طبيعه شغلهم بضلهم واقفين او على قاعده واحده. بالضبط، وهذا كنت بدي اقول له، سواقين لمسافات طويله او اللي بيسافروا لفترات طويله، مثلا الطياره مثلا تروح على امريكا 14 ساعه او 12 ساعه، وانت عندك اذر ريسك فاكتورز، اوبيز، عندك الكواجوليشن، هايبر كواجوليشن، فهذول كلياتهم ات ريسك. هسه في عندنا المصطلح الفي تي اي عندكم، فهو اختصار لفينوس ثرومبو امبوليزم، هذا بيشمل دي في تي والبي اي. هاي المعلومة بالأصفر مش دقيقة ما نقولها من الكتاب، كاتبين لنا هون بالكتاب أو كاتبين لنا بالأصفر إنه 10 ل 30% من الناس اللي معهم الـ VTE راح يموتوا
خلال أول شهر من تشخيصهم. هاي المعلومة غلط. هم المعلومة الصحيحة إنه من 60,000 ل100,000 بيموتوا سنويا في أمريكا بسبب الـ VTE، من 60,000 ل100,000. 10% من 10 ل30% من هذول 60 ل100,000 بموتوا خلال أول شهر. عرفتوا؟ فالمعلومة مش كثير دقيقة. فبين قوسين شو مالها؟ دقوش عليها. كيف بيعرفوا الناس إنه معهم pulmonary؟ كيفوا عشان شطبناها. شو كيف بيعرفوا الناس إنه معهم pulmonary embolism؟ شو أول sign؟ sudden death. لأنها بتخوف جدا، خصوصا إذا كان big artery اللي سكر. هسا بنحكي فيه. ف sudden death is the first clinical sign في حوالي 25% من الناس اللي بتصير معهم pulmonary embolism. صاحبي دكتور في آل البيت قبل سنة، بنت أخوه عمرها 14 سنة توفت pulmonary embolism. 14 سنة. الهارد ديسريثميا هي اللي ممكن تعمل هي اللي ممكن تعمل للبيشنت pulmonary embolism. فرح نيجيها، رح نيجيها، تخافش. فالpulmonary embolism is due to blood clot or thrombus زي ما حكينا، هاي الباثوسيريج تاعتها. اللي بصير فيها انه الثرومبس اللي تكونت مثلا في الرجل، يا بتنتقل كلها يا جزء منها ترجع لوين؟ للرايت سايد اوف ذا هارت، على الرايت فينتريكل، على البولمونري ارتري، لحتى تلاقي شريان صغير او على قدها وتسكره. قديش كبير الشريان او قديش ممكن اكثر من وان امبوليزم، فقديش راح يصير بريشر على البولمونري ارتري وبالتالي على الرايت فينتريكل، لان كلياته راح يرجع البريشر الرجوع. هنا الساين والسيمتومز تحكمنا. هاي اللي بخوفنا، يا انه تلاقينا ميجر ارتري، ميجر بولمونري ارتري، او على البايفوركيشن على مكان التفرع، او انه يكون في عده بولمونري امبوليزم ات ذا سيم تايم. فهذا اللي بخوفنا دائما. طيب هسه لما يتسكر هاي البلاد كلوت شو راح يصير في عند البيشنت؟ ابسنت بلاد فلو، راح يبطل يمر الدم على وين؟ وين الدم رايح اصلا؟ على الالفيولايز. معناته الالفيولايز عادي ما عندهاش مشكله، راح تستنشق هواء، لكن هل الاكسجين راح يفوت على السيركوليشن؟ لا. هاي في البدايه، اذا طولت الموضوع هاي واحد من الكونسيكونسز. فاول إشي شو راح تلاقي بالاكسجين ستيتس؟ راح ينزل. غير هيك يعني هل في عنده مشكله بيشنتس بالفنتيليشن بالتنفس؟ لا. المشكله بالبيرفيوجن، حطوها في بالكم عشان لما نيجي على فحص اسمه في كيو سكانينج او بيرفيوجن او فنتيليشن بيرفيوجن سكانينج. هذا اللي بيسموه الفيولر ديد سبيس از انكريست. شو يعني الفيولر ديد سبيس از انكريست؟ هسه انت مش كل الهواء اللي بتستنشقه وكميه الاكسجين اللي فيه راح يمتص الجسم، ماشي؟ مش كل شيء بتستنشقه، مش كل الاكسجين اللي بتستنشقه راح يمتص الجسم، راح يمتص حسب ايش؟ حسب استيعابه او حسب قدره الالفيولايز. البقيه شو بنسميها؟ ديد سبيس. تمام؟ البقيه اللي هو كميه الهواء اللي ما بيشتغل في الجاز اكسشينج احنا بنسميه ديد سبيس. بيطلع، برد يطلع، بس يا بيضل مكانه بيساهم فيه انه تفتح الاير واي، يا عن طريق الجاز اكسشينج بروح يعني بتغير، مش هو نفسه مع الانسبيريشن بفوت وبرد يطلع. لكن انا بحكي كفوليوم، مش نفس البارتكل نفسها، مش نفس الجزيئه، انا بحكي ككميه. مش كل الكميه انا بستنشقها، بستنشق جزء والباقي بخليه عشان يفتح الاير واي والبريشر يساهم بفتح الالفيولايز. هسه مش هون قلنا هاي اول مشكله، ايش هي؟ انه الهايبوكسيميا راح تصير. غير هيك شو راح تعمل الثرومبس لما تسكر؟ هاي مين طوال بتستجيب لها؟ الاندوثيليوم تاعت الارتري، بولمونري ارتري في الاندوثيليوم الطبقه او الانتما بنسميها، فراح تستجيب لها وتبلش الانفلاماتوري بروسس، وبالتالي راح يصير يطلع من الكلوت نفسها بعض المواد اللي بتعمل ايش؟ برونكيولز تو كونستريكت. مش بس البرونكيولز، وكمان مين؟ البلود فيسلز. هذا الهارت مصيبه جدا. فالرايت فينتريكل حكينا، وهذا اللانكس.
فصار في عندي انا هون ثرومبس. اول مشكله قلنا راح ينزل الاو 2 صح؟ وش بالضبط شو راح يصير بالبرشر اللي جوات البولموناري ارتري اللي حكيناها بولموناري هايبرتنشن تمام؟ هسه شو راح تعمل الكلات؟ راح تفرز بعض المواد. شو اللي راح تعمل بالاير واي؟ راح تعمل كونستريكشن، وبالتالي شو بصير بالتركيز الاكسجين نفسه؟ راح ينزل اكثر واكثر. وكمان لما تعمل كونستريكشن للبلود فيسلز شو راح يصير بالبولموناري هايبرتنشن؟ راح يزيد اكثر واكثر. فشو مال هالمشكله؟ قاعد بصير بروجريسيف. شو يعني بروجريسيف؟ قاعد بصير اسوأ واسوأ. هاي كليات وشو بصير بعمل على الرايت فينتريكل؟ رايت فينتريكل بلاقي مقاومه كبيره. هسه باول المشكله بكون قدها، بيقدر يشتغل، بيقدر يشتغل اكثر، يتغلب على هاي الريزيستنس مسميها بولموناري فاسكولار ريزيستنس، وبالتالي اللي هم مسميها بولموناري ارتر بريشر. لكن مع الوقت شو راح يزيد؟ الفينتريكولار ورك لود، قلنا بيقدر يتماشى معها لفترة معينة. إذا ما قدرنا نتدخل بشكل سريع شو راح البيشنت يصير معاه؟ رايت فينتريكولر فيلير. شو يعني رايت فينتريكولر فيلير؟ الرايت فينتريكل شو ماله؟ ما بيطلعش، بيطلعش دم. هسا الليفت سايد من وين بيجي الدم؟ بيجي من اللانجز، من اللانجز. اللانجز مش جايها دم من الرايت، معناته الليفت شو راح يصير فيه؟ ما راح يجي دم، وبالتالي البيشنت راح يصير معاه ايش؟ مش هارت فيلير، شوك، كاردوجينيك شوك، راح يقل عنده الكاردك اوتبوت. فالبيشنت راح يصير معاه ديكريز بالكاردك اوتبوت زي ما احنا شايفين هون، والشوك والاوكير. شو نوع الشوك؟ كاردوجينيك شوك. الانواع راح ناخذها والله ما نعرف، اتوقع مادة كريتيكال راح نحكي عنها كثير. طيب شو اول نقطه هنا نطينا عنها؟ فنتيليشن بيرفيوجن امبالانس. شو يعني فنتيليشن؟ كميه الهواء اللي انا بفوت بتنفسه، اللي اذا نعسان نطلع برا عادي. انت لا بديش اشوفك ثاني مره من عيونك. فنتيليشن سكرين لو سمحت. فالفنتيليشن بيرفيوجن امبالانس شو يعني فنتيليشن؟ الهواء اللي بفوت وبيطلع ماشي. بيرفيوجن كميه الترويه. هسه كل هواء انا بدي اتنفسه الاصل لازم يفوت وين؟ على البيرفيوجن. اذا البيشنت عنده مشكله في الاير واي سكرت، معناته الفنتيليشن شو راح يصير فيها؟ راح يصير فيها مشكله. البيشنت اذا صار في عنده بلمونري امبوليزم ايش يسكر البيرفيوجن، شو راح يصير بالبيرفيوجن؟ مشكله. فهي بنسميها فنتيليشن بيرفيوجن امبالانس، والها فحص اسمه فنتيليشن بيرفيوجن سكان، وهي فحص نووي يعني بيستخدموا مواد نوويه فيها. سكانينج هسه راح نحكي عنه. فمع البروجريشن تاعت الديزيز شو راح مع البيشنت راح يصير معاه؟ بولموناري انفاركشن، راح يصير في نكروسس، وبالتالي ممكن يصير بيرمننت دامج ونخسر هذا الجزء من اللانجز. وهذا طبعا اللي قلنا السيفيريتي بتحكم قديش بيج ارتري، او اذا ان البيشنت شو ما شو اللي صاير عنده مالتيبل امبولاي سكرت ات ذا سيم تايم. في البدايه ما بتتاثر بس، لكن ما يصير مع البيشنتس فيز كونستريكشن كمان برونكو كونستريكشن حسب البيشنتس. مش كل واحد بصير عنده مشكله بالفنتيليشن. هسه اذا هسه ماشي صح صار عنده برونكو كونستريكشن، اعطيه برونكو دايليتر تنحل الامور. ليش بدك فنتيليتر؟ فنتيليتر مش مسحه. فنتيليتر احنا قلنا من اجاك سؤال ولا لا انه من اكبر الريسك للنيمونيا فنتيليتر. فالفنتيليتر ابدا مش مسح. وغير هيك البيشنتس ما بيتحركش لانه مضيع الجهاز، فعنده ريسك انه يصير في عنده كلوتينج. فالفنتيليتر مش خلص اي واحد طوالي بحطه على فنتيليتر. دكتور مش حكينا انه يصير هاي البلد بريشر ممكن يصير هاي بالضبط. فممكن ما هو خلينا نقول لك هسه وين هي اللي صارت؟ في السمول ارتريولز ولا بالمين ارتري؟ بالمين ارتري لساته مش فوق، مش جوات اللانجز. السمول ارتريولز اللي جوات اللانجز هاي ممكن تترشح وتعمل للبيشنتس بولمونري ايديما. ومش بس هيك، اذا كانت سمول ارتريول اللي سكرت واحده بعملها شيفتنج، بنسميها شيفتنج.
شان الشيفتنج الدم خلص بروح مكان ثاني بدون ما تتاثر لانه ارتري واحد صغير وسكر هو قلته واحد اما ذا بيج ارتري سكر هذا راح يعمل بالبلمونري هايبرتنشن بس مش راح يعمل بالبلمونري ايديما ليش لانه بريت اللنج مش جوات التشو مش جوات التشو ايش الريسك فاكتورز تاعت البلمونري امبوليزم معروفه زي ما حكيناها prolonged immobility الناس اللي بيكونوا مثلا unconscious معهم ستروك جلطات دماغيه اي واحد بدردن يعني بدردن زي محبوس بتخته هاي بنسميها بدردن طبعا هو مش محبوس لكن هو مصطلح مجازي لانه ما بيقوم مش قال مش ما بيقوم عن من تخته فينوس ستيسس يعني فينوس ستيسس الدم ما بتحرك قلنا البيشنت شو اللي بخلي الدم يطلع بالفين المسل كونتراكشن واحد مش متحرك هل في عنده مسل كونتراكشن لا بس هل هي المسل كونتراكشن لحاله ولا في اذر ديزيزز في عندي اذر ديز او اذر ريسك فاكتورز الفالفز اللي بتكون جوات الصمامات تاعت الفين بتكون خربانه فبالتالي الدم بيطلع اذا الصمام خربان رد يرجع فالدم بتراكم بنسميها فينوس ستيسس في اذر ريسك فاكتورز طبعا انه مثلا البيشنتس بيعاني من هايبر كواجولابل بنسميها هايبر كواجولابيليتي عشان انه في وهذا في الغالب بتكون جينيتك بتكون جيناتيك او بسبب انفلاميشن لان الانفلاميشن بيطلع لنا البروستاجلاندين وتاثيره على الكواجوليشن فالهايبر كواجوليشن ستيت يا بتكون جيناتيك يا بتكون سكندري تو مثلا الانفلاميشن فينوس اندوثيليال ديزيزز يعني فينوس اندوثيليال ديزيزز شو حكينا الاندوثيليوم الطبقه او البطانه تاعت مين تاعت الفين لا الداخليه هذيك الثالثه تاعت الارتري ماشي فهي الطبقه الداخليه تاعت الفين بكون فيها مشكله يا بتلاقي فيها بلود ستيسز زياده بلود بريشر فبتعمل على تمزقها وانجر فيها فبالتالي راح يصير فيها ثرومبوس هارت ديزيزز مثل اتريا فيبريليشن هارت فيلير دي في تي وين ها كرياتهم بنحكي عنها رايت ولا ليفت سايد رايت سايد بالضبط تروما اذا البيشنت صار معاه هسا خلينا نحكي عن الاتريا فيبريليشن الاتريا فيبريليشن هي عباره عن رفرفه الاتريوم ما بصير كونتراكشن هو نوع من انواع تسارع نبضات الاتريوم خلينا نقول نوع من انواع تسارع نبضات القلب فالاتريوم بهيك بيعمل رفرفه هل بينقبض شو بصير بالدم بتراكم بسميها بولينج يعني بيرك الدم بين قوسين فبصير خثره لانه ما تحرك الدم ممكن مع الدم مع الجرافيتي مع الحركه تمشي او اذا اعطينا علاج زي الشوك الصدمه الكهربائيه تمشي فاذا كانت بالرايت سايد وين راح تضرب على اللانج اذا كانت بالليفت سايد هاي طلعوا اذا بتتذكروا خلينا نكملكم شوي اذا بتتذكروا الاناتومي تاعت الهارت البلمون الاورطه كيف بيطلع هذا الليفت خلينا شوي هيك شويه فهيك جاي صح؟ طبعا هاي اللفة من وراء القلب فهذا احنا بنسميه ascending وهاي اللفة هاي بنسميها aortic arch aortic arch شو بيطلع منه؟ الدم على كل الجسم اول اشي كاروتيد بالضبط وفي عنا سوري من الارتش نفسه بيطلع عنا مين؟ subclavian اللفت والرايت اي اسهل شيء يروح طبعا قبلها شو بكون في عندنا كورونري ارتريز اللي بتغذي الدم اللي بتغذي القلب نفسه فالكلوت يا اما اسهل شيء لها تطلع من طريقها دغري فاتحه ذا برين ستروك او اذا راحت على اي مكان ثاني اموره مش بسيطه لسه اقل خطوره فالاتريا فيبريليشن بخوف ولا ما بخوفش رايت ولا ليفت ثنتين اطقع من بعض ثنتين بغوفة طيب مش الزاوية تعتمد على حظه على نصيبه ما هاي واحد من interventions لما نحكي عن DVT راح نحكي عنها أسب قصدك patients بالheart failure بوب بالاتريا فيبريليشن لا ما هو بشكل عام ما بنقدر نعمل بس واحد انا عرفت انه عنده دي في تي ممنوع يتحرك ما بخليه يتحرك بس انا بخليه يتحرك
بالضبط عشان prevention. بس صارت عنده أجانه مشخص هذا ممنوع يتحرك. تاني نتأكد إنه البيشنتس حللنا الكلوت. نفس الإشي جماعة الأتريال فيبريليشن. أنا إذا ما كان مبين عليه علامات بس قاعد هو بحس مثلاً إنه عنده رفرفة ما بروح بعمل له صعقة كهربائية وبعطيه أدوية إلا تأتأكد بعمل له إيكوكارديغرافي ونوع اسمه ترانسوفيجيال ببلع يعني عن طريق الإزوفيجاس هذا الإيكو بفحصه بتأكده إنه ما فيش عنده كلوت في الأتريومز بعدين بروح بعالجه. إذا في عنده شو بمشوه بمشوه على أنتيكواجولانتس مدة 3 أسابيع وراجعنا برد بعملوا له الفحص مرة ثانية تا يتأكدوا فعلا 100% ما فيش كلوت بعطوه الكاردو فيرجين أو الشوك. طيب كمان من ريسك فاكتورز تروما لأنه شو بتعمل تروما تخلي الواحد ما يتحركش. بوست أوبراتيف بوست بارتم أول شيء بوست أوبراتيف شو البوست أوبراتيف بعد عملية كمان ما بتحركش. بوست بارتم واحدة خلفت بوست بارتم بعد الخلفة بعد الولادة بتغير هرمونات عندها وغير شغل ثاني بتخسر السوائل وخسران الدم وما بتتحرك كمان فعلا لأنه بتكون هلكانة فبدها ترتاح. جماعة الديابيتيز ديابيتيز بتأثر على الفينوس اندوثيليال ديزيز أو هي ريسك فاكتور للفينوس اندوثيليال ديزيز. والشغل الثاني شو بتعمل بلزوجة الدم بتزيدها لزوجة الدم أي أسرع الدم يكون لزج ولا يكون قليل لزوجة قليل لزوجة بتتحرك بسرعة أي أسهل إنك تدير عسل ولا تدير مي أي بتخلص المرتبان أسرع اللي فيه المي لأنه لزوجة أقل. ماشي عسل أسكا COPD risk factor هاي السلايد مش عندكم طلع لها COPD كيف تأثيره عشان يعمل عند البيشنت thrombotic event بيزيد systemic inflammation وقبل شوي حكينا عن inflammation انه risk factor انه بيعمل hypercoagulation كمان COPD بيعمل hypoxemia وبصير عند البيشنت oxidative او شو سميناهن free radicals ماشي فهكلات بتعمل انجري لمين للاندثيليوم hypercoagulation زائد endothelial dysfunction شو راح تعمل للبيشنت thrombotic event فبالتالي هو at risk انه يصير عنده pulmonary embolism. انسى 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 بس انت عرف خلاص افهمها وللحياة للحياة المستقبلية اذا رد اجتك تعرفها بتسألني. كمان البريجننسي لانه زي ما حكينا البيشنت اول شيء بصير في تغيرات هرمونية بروجستيرون الاستروجين. والشغل الثاني شو الحمل وين راح يضغط على الفينز راح تقل الفينوس ريتين فبالتالي بصير عنده فينوس ستيسس فبالتالي بتزيد الريسك انه يصير عنده امبوليزم. سيرجريز اي جراحة خصوصا ميجر سيرجري اورثوبيديك ميجر ابدومينال بيلفيك بتخلي البيشنت ماله قاعد ما يتحركش. البيشنت اللي بزيد اعمارهم عن 50 لانه بتزيد عندهم الفيسكوسيتي ريسك يصير عندهم هايبرتنشن غير هيك شو بصير عندهم endothelial disease. obesity زيادة أهم مكون أو أهم risk factor للثرومبوسيس هو الكوليسترول الفات. oral contraceptives اللي هم موانع الحمل من طبعا موانع الحمل الحبوب إحنا بنحكي لأنها عبارة عن هرمونات فبتزيد الريسك إنه يصير عندهم ثرومبوسيس. أو أي مريض كان عنده history thrombophlebitis عرفتوها thrombo اي واحد صار مع DVT مثلا بس هاي thrombophlebitis ليش لما تعمل بالكانيولا كيف قالوا لكم اذا كانت swelling او اذا كان في إديمة وكانت red وكانت hot وكان الفين تندر شو بتعرف انه البيشنت عنده تندر بوجع لما تعمله طج هاي علامات انه عنده thrombophlebitis فالريسك انه يصير عنده ثرومبوس. فليبايتس يعني فليبايتس انفلاميشن انفلاميشن يعني انجري لمين للفين نفسه ما انه انجري وانفلاميشن في ريسك انه يصير عنده DVT فثرومبوفليبايتس هي معناها فليبايتس انفلاميشن اوف ذا فين وثرومبوس راح تصير بسبب هذا الانفلاميشن. طيب اذا كان عند الكانيولا كولد وسويلينج
شو بنسميها؟ شو بنسميها الحالة؟ إكسترافيزيشن أو بعملين بانكتشر للفين. إيش كلينيكال مانيفستيشن؟ شو قلنا كلها بتعتمد على السايز تاعت الارتري أو اللوكيشن إذا كان في عندي ملتاي إمبولي. فالسمول إمبولي إذا كانت واحدة فبالتالي ممكن تكون اسمتوماتيك لأنه الجسم بيقدر يعملها أدابتيشن. من أهمها من أهم الصايم سيمتومز البيشنت راح يصير معاه سادن تشست بين وهذا بنسميه بلوراتيك أور سبستيرنال. وكمان راح يصير معاه ديسنيا أنتاكيبنيا وهاي من أكثر الأعراض حدوثا. ديسنيا أنتاكيبنيا مش انقطاع نفس صعوبة نفس وتاكيبنيا. أنكزايتي بسبب كل هذا لأنه مش ماخذ أكسجين مش واصل أكسجين للبرين في بين في تاكيبنيا فراح يصير مع انكزايتي. ممكن يصير معاه فيفر اذا كان في انفلاميشن في الموضوع او الاسترس اشتغل. تاكيبنيا تاكيكارديا كف ممكن هنا يتترشح السوائل زي ما انت قلت او من الاسترس تزيد البيرمابيليتي فالبيشن يصير معاه كف ديافوريسز من الاسترس هيموبتيسز اند سينكوبي ها كلياته ممكن تحدث مع البيشنت. سينكوبي انه بغيب غيبوب زي او اغماء. طيب هاي تاعت البي اي تاعت البلمونري امبوليزم شو علامات الدي في تي؟ بتلاقي البيشنت صار معاه بين وهاي شو بنسميها هومان ساين. هومان ساين لما يصير تعمل دورسفليكشن للدورسفليكشن للفوت بصير عند البيشنت ايش وجع في الكف فهم نسميها هومان ساين. لكنها اسمها شو خلينا نكمل لكنها شو مالها مش specific للدي في تي يعني مش كل واحد معاه هومان ساين راح يصير معاه دي في تي 50% بس 50% فما بعتمد عليها والله واحد محوش هومان ساين معناته محوش دي في تي ماشي. مش كل مريض محوش هومان ساينز بقولش انه محوش دي في تي لكن واحد معاه هومان ساين طوال يبدك تشك انه عنده دي في تي. اعترفنا شو الموضوع؟ طيب مش راح اعيدها لانه راح اخربطكم اذا بعيدها. طيب فهذا اول شيء بين. شو كمان؟ الدم مش راح يرجع راح يظل محبوس بالرجل راح يصير في عنده سويلينج انفلاميشن فراح يصير في عنده وورمث وتلاقي شكلها ريدنس ديسكالريشن مع العمر اذا صارت كرونيك طبعا ممكن تصير تتحول ل براونش ويصير في عنده السلريشن. وكمان سوبرفيشال فين ديستنشن. شو يعني سوبرفيشال فين؟ الفينز السطحية اللي هي أصلها جاي من الفين اللي تسكر فهي مش راح تقدر ترجع الدم لأنه الفين الأصلي تسكر فهي شو راح يصير فيها؟ راح تتمدد راح يصير فيها superficial vein distension. diagnostic finding death ممكن تصير إذا كان large artery اللي سكر أو أكثر من small embolي ضربت بنفس الوقت خلال ساعة واحدة. The time is muscle يعني needs rapid intervention. مشو الفحوصات كمان بيعملوا chest x-ray بالغالب على الفاضي ما بيعمل شيء. ممكن يبين لك infiltration الالفيولايز اللي تأثرت تصير فيها atelectasis أو pleural effusion لكن هل بيقدر يقول لك إنه هذا مع PE على الفاضي بس راح يعملوه لأنه بسرعة بنعمل. chest CT من أهمها من أهم الفحوصات بدأ خلينا أركز على أهم الفحوصات للبي إي. chest CT ventilation perfusion scanning وهاي صورتها. ventilation perfusion scan هو زي ما حكينا هو عبارة عن بيستخدموا مادة نووية بخليه يستنشقها وبفوتوه على كاميرا جاما لأشعة جاما بتصور اللنكس فبتبين قديش اللي استنشقه قديش اللنج فتطلعوا على الشمال اللنج مبين فيها شو مبين فيها مش كلياتها فول انفليتد معناته في اماكن شمالها مش واصلها فنتيليشن. طيب هاي اول خطوه انه بيستنشق وبيصوروه والخطوه الثانيه بيعطوه بالاي في فالاي في راح يرجع على الرايت سايد وبعدين راح يودي وين على اللنجز وبيعمل زي مبدا القسطره وبعملوا له مثلا هاي السكان فببين كل الفينز او كل سوري كل البولموناري ارتري برانشز. فهذا هو فحص الفنتيليشن بيرفيوجن سكانينج.
فهذا اول شيء تشست سي تي اسرعها فنتيليشن بيرفيوجن حسب توافرها اصلا في المستشفى. بعرفش اذا مستشفياتنا فيها في الاردن. واسهل شيء واحسن شيء وممكن يفيدنا بالتريتمنت بولمونري انجيوجرام اللي هي القسطره للقسطره للشريان تاع البولمونري ارتري. فهي البيست ميثود مين الانجيوجرام. شو يعني انجيو ارتري وجرام تصوير. بين قوسين انا بعطي ماده مشعه جوات الارتري وبصوره اكس راي فببين معي. هذا هو تصوير البولمونري انجيوجرام. كمان ممكن يعملوا فحص اسمه دي ديمر تيست او دي ديمر اس. هذا بيعتمد على ماده بتنفرز في حاله حدوث الجلطات فبتلاقي مستوى مرتفع. لكن هذا بقول لك انه في جلطه بقول لك وين بس بيعتمدوا عليه متى مع الاذر سايم سيمتومز. ايا اسرع لي تشست سي تي ولا الفنتيليشن بيرفيوجن سكانينج ولا البولمونري انجيوجرام ولا الدي ديمر؟ دي ديمر اسرع واحد طوال ودي على اللاب واسحب وبتطلع لك النتيجه مع التشست اكس راي اللي تنعاد بسرعه مع الاذر سايم سيمتومز. هاي كليات البيشنتس بكون عندي يعني خلاص انا متكون صوره كبيره انه هذا البيشنتس انه عنده بي اي. بروح بعمل كونفيرميشن دياجنوستس مع الاذر دياجنوستيك تيست. نعمل له اي سي جي انسى النون سبيسيفيك اس تي تي ويف ابنورماليتيز لكن ممكن يبين انه البيشنتس عنده رايت فينتريكولار هايبرتروفي وهذا اللي راح يصير في الاصل. لكن الاي سي جي انا ما بعتمد عليه في حالات دايناميك او الميكانيك تشينجز في الهارت. يعني شو يعني ميكانيك؟ اس الهارت له شغلتين او في شغلتين بقدر اصورها فيه او اقيسها، الكهرباء تاعته والقوه الميكانيكيه البامبنج. الاي سي جي من اسمه الكتروكارديوغرام كهرباء ممكن يعطيني صوره عن القوه الميكانيكيه لكن هاي مش الحاله مش كافيه ما بقدر اعتمد عليها. شو الافضل؟ ايكوكارديوغرام فحص الايكو. ماشي الايكو هو اللي بيعطيني صوره مرتبه عن قوه الميكانيكيه البامبنج فانكشناليتي تاعت الهارت. لا فحص الجهد بيختلف الاسبوع الجاي راح نحكي عنه. فحص الجهد هو عباره عن اي سي جي لكن البيشنتس قاعد بتحرك. طيب الاي سي جي قلنا شو اللي هسه الاي سي جي ممكن استفيد منه اذا البيشنت عنده اتريال فيبريليشن اللي قلنا واحده من الريسك فاكتور او زي ما قلنا اذا البيشنت عنده رايت فينتريكولار هايبرتروفي فبعرف انه في عنده بولمونري هايبرتنشن. لكن هل بقول لك انه الاي سي جي عنده بولمونري امبوليزم؟ مستحيل ما في. بريفنشن اوف بي اي الموست ابروتش او الافكتيف ابروتش اني امنع دي في تي امنع وبالتالي بدي امنع كل الريسك فاكتورز تاع الدي في تي. دخل البيشنتس تتحرك اقلل السموكينج اقلل الاوبيزيتي لايف ستايل تشينجز اتسترا. فلازم نعمل له ليج اكسرسايز باسيف اور اكتيف. شو الفرق بينهم؟ اكتيف بعملها لحاله الباسيف مثلا البيشنتس كان ديس اورينتد انا بصير بعمل له هاي الاشياء. ايرلي امبيوليشن خصوصا بعد العمليات امبيوليشن امبيوليشن مش امبيوتيشن امبيوليشن حركه امبيوتيشن بتر ماشي. فالامبيوليشن اللي هي الحركه انه بعد يتحرك مباشره بعد العمليه يستخدم انتاي امبوليزم ستوكينجز. شو يعني ستوكينجز؟ جرابات او جرابين الالاستيك هاي بتلاقيها شوي شوي ضيقه من تحت وبتخف ضياقها لفوق. فانا عشان اساعد بالفينوس او بالفين او بالبلد ريتيرن للهارت ما يعني ما يضلوش متجمع في الليج خصوصا مع الناس اللي عندهم دوالي او عندهم مشاكل في الفين. بحياتي ما شفتها ولا والله ممكن شفتها بمستشفى الزرقاء الحكومي القديم. الافضل منهم كلياتهم الموجود في الصوره هذه. شو اسمه اختصاره؟ سكاد. احنا كنا نختصره سكاد سيكوينشال كومبريشن ديفايس. شايفين هاي؟ هاي عبارة عن كف زيها زي تاعت البلد بريشر ومرتبطة مع جهاز بيشتغل بينفخ وبريح. عشان هيك سميناها سيكوينشال كومبريشن. يعني سيكوينشال متتابع بينفخ او طبعا مش بشكل دائم فبينفخ بيضغط
كيف لما انت تنفخ البلد بريشر كف صح تضغط نفس الشيء هذا بيضغط فزي كانه بيعمل كونتراكشن على المسلز عشان ترجع الدم لورا ونمنع الستاسيس شو اسمه سكادز سيكوينشال كومبريشن ديفايس ولا اريح منه ارشبكها حط وشغلها بالضبط والبيشنس مكيف عليها مساج بتعمل له مش راح تشوفها بالاردن بعرفش والله ما بديش اظن كمان من الاشياء اللي بنقول للناس عنها ونوعي الشباب خصوصا avoid sitting with legs crossed تحطش اجر عجر لانه لما تحط اجر عجر انت شو قاعد تضغط تضغط على كل الفينز اللي من ورا فبالتالي راح يقل الفينوس ريتيرن يعمل لي pulling او venous stasis وبالتالي راح يزيد الريسك للدي في تي sitting او standing for prolonged time ثنتين sitting او حتى standing لبرولونج تايم هذول اللي بيشتغلوا مثلا في مطاعم على المجلة مثلا لفترات طويلة هم مع نفس الوقفة وقاعدين بيجلوا not to wear constrictive clothing تلبس اشي ضيق يقلل من الفينوس ريتيرن مع انه مش كثير تأثيره كبير يعني elevating بس هاي منخاف منها مع الناس اللي عندهم fluid overload فعلا يعني انه واحد عنده hypertension او عنده renal failure او heart failure pulmonary edema اذا لبس الجرابين او جرابات ضيقه شو بتصير برجله لما يشلحن بتحس بينها متنفخات لانها حابسه السوائل كمان من الاشياء انه برفع الرجل هاي بريفنشن طلعوا بريفنشن مش بعد ما تصير بترفع له رجله بخليها اذا صارت مع البيشنتس بخليها at the same level of the heart ماشي اذا صارت معه لكن عشان اعمل بريفنشن قبل ما تصير بكون رافعها فإليفيتنج ذا ليج اباف ذا هارت ليفل ممكن احنا نستخدم بروفيلاكتيك شلون بروفيلاكتيك حمايه قبل ما تصير فبروفيلاكتيك انتي كواجوليشن شو يعني ان اعطي الانتي كواجوليشن كحمايه قبل ما تصير لما احكي بروفيلاكتيك انتي بايوتيك انتبيوتيك انس دي في تي لا بلا بنعطى بنعطى حماية واحد مثلا عنده فيرال نيمونيا بعطيه انتبيوتيك مش لعالج النيمونيا زي ما جاكم السؤال ضحك عليكم عشان امنع السكندري بكتيريا الانفكشن فهو بروفيلاكتيك هاي هالبروفيلاكتيك المعنى امنع من حدوثه اللي صارت بنعمل له كلتشر واتأكد من نوع البكتيريا واعطيه الاشي patients لازم اتأكد من الهايدريشن status اتأكد انه عنده سوائل كافية ما عندهوش dehydration او hypovolemia لانه اذا نزل كمية السوائل شو بتصير باللزوجة تاعت الدم بتزيد فبتزيد الريسك انه يصير عنده DVT خصوصا مع الناس مين traveling او في حالات warm weather خصوصا اللي بيلعبوا رياضة في warm weather هذولا بدي اتأكد انهم بيعوضوا مي بشكل كافي خلينا عوضنا شوية سوائل ميديكال مانجمنت هاي البي اي شو مالها طيب احنا شو قلنا ميديكال شو يعني ميديكال باستخدام الميديسن او بدون استخدام السيرجري ميديكال معناها انا مش مستخدم السيرجري فالجول تاعنا اني احلل الامبولي ماشي اني احلل هاي الامبولاي وامنع تكونها مره ثانيه واني كمان ايش اتاكد انه البيشنتس عنده الاوتوسات كويس والفنتيليشن اموره تمام انتي كواجوليشن ثيرابي زي الهيبرين بنبلش هيبرين بعدين بنحوله لوارفارين وممكن نستخدم ثرومبوليتيك فيبرينوليتيك ثيرابي شو يعني ليتيك تحليل ليتيك لما تشوفوها معناها تحليل ايام المقدمه ماشي فشو يعني ثرومبوليتيك بتحلل هسه قلنا احنا سوري الثرومبوس قبل ما اول مراحل تكونها في عندي بليتليتس اجريجيشن بليتليتس اجريجيشن هاي اول شيء بعدين بصير عندي اثنين الكلوتينج فاكتورز واخر شيء بتتكون عندي الثرومبوس ما الخط هيك
ماشي. فالبيشنت اللي بيكون ات ريسك ممكن امشي على انتاي بليتلت اجريجيشن زي اذا صارت معه الاسبرين خلص صارت متجمع وخلصه. فانا ممكن اشتغل اقول اعطي بس بعطيه الاسبرين عشان ايش ما تكبر ما تكبر. وممكن اعطيه هيبرين وارفارين هيبرين وارفارين اللي هذول ايش اسمهم كلاسيفيكيشن تاعهم انتيكواجولانتس بتشتغل على كلوتينج فاكتورز. واذا صارت وضربت وخلصت بدي ايش يحلل للثرومبوس فانا بعطي ثرومبوليتيك ايجنتس زي ستريبتوكاينيز يوروكاينيز البلازمونوجين تيشو اكتيفيتر. هاي كلياتها بتحلل الثرومبوس. لكن لما تنعطى بدي اتاكد انه عمر الثرومبوس مش اكثر من 4 ساعات. اكثر من 4 ساعات بتبطل تصير افكتيف خلص زينا بتخش بزياده عن اللزوم على الفاضي هذا الثرومبوليتيك ايجنت من ساين سيمتومز من ساين سيمتومز. متى بلش ساين سيمتومز؟ انت بتبلش من وقت بداية السيمتومز بتبلش تعد. هاي ميديكال مانجمنت. طيب شو سيرجيكال انترفينشن؟ بستخدم فلتر ايش اسمه امبريلا لايك فلتر. شو يعني امبريلا لايك؟ يعني شكله زي شكل الامبريلا زي شكل مظلة هايو. وهذا وين بدي بحطوه؟ عند الفينا الرينال فين تقريبا عند اول فوق الإيليك فين. وهون هايو طبعا عن طريق زي قسطره من الـ من الـ من الفيمورال فين وبطلعوها عن طريق الاكس راي شايفينها جايدد يعني باي الاكس راي لحتى يوصلوا عند الرينال فين وبيفتحوا هاي الامبريلا وبيخلوها مكانها. شو يعني زي فلتر. فالكلوت الكلوت وين تتعلق بهذا الفلتر بتعلق فيها بس بتطلع هذا ما اكبره الفين يعني ما راح تسكر راح يعني بين قوسين راح يضل البلد فلو ماشي. اذا عشان مش ما تكبر الكلوت عشان ما ترجع للهارت وبالتالي الرايت سايد وتطلع على ارتري صغير في اللانجز وتعمل بولمونري امبوليزم. هسه هاي تحركت مره واحده. طبعا البيشنت ما انه عنده ريسك راح اعطيه ايش انتيكواجولانت اعطيه انزاسبرين. مع الوقت الجسم كمان بيقدر يحلل الثرومبوس او الامبولس لو علقت هنا بالفلتر. الجسم عنده قابليه انه يحلل في عنده زي الستريبتوكاينيز يعني بيطلعها هاي المواد فبيحللها فما فيش خوف. بتضلها طول طبعا الا اذا البيشنت مره واحد كولابست فبعرف انها سكرت سكرت او عملت له رابتشر في الفين. هاي اسهل خطوه. كيف ترجع للتسجيل بتلاقيني مجاوبها هسه حكيتها بالضبط. قلت اول شيء ما مستحيل تسكر مره واحده لانه الفين هناك كبير فلو اجت مش راح تسكره راح يظلوا يعني الدم يمشي من حواليها. ومع الوقت والجسم والمريض بكون ماخذ اسبرين وانتي كواجليشن والجسم نفسه بيقدر يحلل فما راح تسكر 100%. فهذا اول انترفينشن. عندنا ثاني انترفينشن سيرجيكال امبلوكتومي عمليه قلب مفتوح. مش عمليه هو مش للقلب هو عمليه صدر مفتوح بيفتح الصدر القلب الرئتين بوقفوهم بيطلعوا كل الدم على ماشين يعملوا اوكسجينيشن وبامبينج بروحوا بيفتح الارتري وبيطلعوا الثرومبوس. اذا ظل معنا وقت اذا استعجلتوا معي بالاستيعاب المحاضره بورجيكم الفيديو لها. فهاي سيرجيكال امبلوكتومي. والنوع الثاني الاسهل ترانس فينوس كاثيتر امبلوكتومي عن طريق الفيمورال فين زي قسطره بدخلوا الكاثيتر لعند الرايت سايد اوف ذا هارت. طبعا الفيمورال فين انفيرير فينا كافا رايت اتريوم بينزلوا للرايت فينتريكل وين بعدين بيروحوا على البولمونري ارتري بيمسكوها مش بيمسكوها بيعطوها زي مواد او ممكن يعملوها زي كلامبينج يحللوها مع سكشنينج. كيف السكشن بتكون؟ بتلاقي فيه سرنج في البدايه بيسحبوها وبطلعوا كل هاي الثرومبوس. اذا ظل معنا وقت برجع بحضركم هذا الفيديو هاي او بنزكوا يا تيمز. تاكد من المصطلحات قبل ما تخترعها. يعني هو دخلنا تبع السكوب. عندنا عنك نمشي.
نيرسينج مانجمنت خلص بدي اخلص المحاضره انت الثاني انا فاهم عليك تقول لك صح ولا لا نيرسينج مانجمنت مينيمايزنج ذا ريسك اوف بي اي لكل البيشنتس اللي عندهم هاي ريسك وعرفنا شو الريسك فاكتورز بريفنتينج ثرومبوس فورميشن النيرس لازم انا اشجع البيشنتس تو امبوليت يتحرك اكتيف باسيف اكسرسايزز عشان امنع الفينوس ستيسيس اخلي البيشنتس يحرك بطريقه نسميها بامبينج اكسرسايز شو يعني بامبينج اكسرسايز لاقي نايم على ظهره رافع رجله ماسكه وبحرك بس بهاي الرجل هاي نسميها بامبينج اكسرسايز advises the patients not to sit or lie and شو يعني lie مش يكذب ماشي lie انه يستلقي في البيت لمده طويله وانه ايش قلنا ما يحط رجل على رجل ولا يلبس اشي ضيق زي جرابين او ملابس ضيقه الاي في كاثيترز خصوصا سنترال لاينز شو يعني سنترال لاين اشي جاي على سنترال فين زي جيجولر فين او سب كليفيان فين افضل مثلا مرضى بحاجه كيموثيرابي بحاجه انه نضلنا نسحب لهم عينات دم او نعطيهم ادويه ممكن تحرق الفين فبعطيهم عن طريق سنترال لاين بسميها سنترال لاين او اني بدي اراقب لهم السنترال فينوس بريشر مثلا هذول ات ريسك واحد من الكلابسي بنسميها او سوري مش كلابسي كلابسي انفكشن واحد من الكومبليكيشن الها انه يصير عندهم انفاركشن او يصير عندهم بولمونري امبوليزم ايش طبعا طبعا فالها طريقه وهي ان شاء الله في الادلت 2 اذا شفتوا البيشنتس مع سنترال لاين راح اعلمكم كيف تشتغلوا معهم فانا كيف بدي اسحب مثلا دم كيف بدي اعمل انفيوجن فتعرف دائما اول 10 سي سي تاخذهن 10 سي ترميهن لانه باحتمال بعدين بتعطي مثلا الميديكيشن بعد الميديكيشن شو بتجيب 10 سي سي ووتر بتعمل فلاش وبتسكر طبعا كلياتها ايسبتيك تكنيك ستيريل تكنيك فهي شغله يعني من الاشياء اللي بتخوفنا السنترال لاينز كمان اذا البيشنتس اعطيناه ثرومبوليتيك ثيرابي ثرومبوليتيك مش مسحة في لها كونترا انديكيشن ليست طويلة وراح ناخذها ممكن بالام اي اذا ما اخذناش بالام اي بتاخذوها بسنة رابعة او راح يسألوكوا عنها على الاكيد في العمل شو الكونترا انديكيشن للثرومبوليتيك في عندنا ابسوليوت ريلاتيف انسالي المهم فالثرومبوليتيك مش مسحة المهم هذه النقطة ثرومبوليتيك مش مسحة واحد عنده هايبرتنشن وتعطيه ثرومبوليتيك شو ممكن طوال يصير معاه نزيف بالدماغ او بيشنت عامل عمليه بالاول قبل 6 اشهر مثلا واعطيته ثرومبوليتيك شو راح يصير مكان عمليه بليدنج ففي لها كونترا انديكيشنز وبتخوفنا كثير انا هسه شو الجول تاعي تو مونيتور الثيرابي بدي اشوف انها افكتيف بلشت تصير افكتيف ولا لا كيف بعمل بروح بتاكد من الاي ان ار والبي تي تي بعد 3 ل 4 ساعات بعد ما نبلش التريتمنت يعني مثلا اعطيت البيشنتس الدواء الثرومبوليتيك ايجنت اعطيته على الساعه 12 الظهر على الساعه 3 الساعه 4 بروح بقيس الاي ان ار بي تي تي شو الاصل اللي يكونوا انكريزد شو ليش معطي ثرومبوليتيك ايجنت اذا ما كانوا انكريزد شو بعرف بالضبط ما كانت افكتيف مانجينج بين بدي اقلل من البين بيشنتس بخليه على سيماي فاولرز بوزيشن عشان احسن الشست اكسبانشن وبالتالي احسن الكومفورتبل اخليه كومفورتبل واخليه يتنفس بشكل احسن البيشنتس بدي اظلني اعمل له ريبوزيشننج عشان احسن الفنتيليشن بيرفيوجن بالانس هذا المصطلح ممكن تسمعوه فنتيليشن بيرفيوجنج ميس ماتشنج شو يعني ميس ماتشنج امبالانس هذا الأكثر شيوعاً mismatching شو يعني imbalance ممكن يستخدم الأوبيويد analgesics في حالات severe pain relieving anxiety كمان من الأوبيويد وكمان بدي أظن متطلع أو مراقب patients for signs symptoms of complication أهمها right ventricular failure اللي راح يسبب عند patients cardiogenic shock اكسجين ثيرابي قلنا البيشنتس ممكن صح يصير عنده هايبوكسيميا فانا بدي اظل احكي للبيشنتس اللي راح يظلوا ماشي على اكسجين واعلمه عنها طبعا
بدي اطلع على ساين سيمتومز اوف هايبوكسيميا، اهمها الاوتو ساتوريشن، الكلر تاع السكن، الكونشسنس تاعت البيشنتس، هاي كلياتها بدي اظل مطلع عليها. الديب بريثنج والكافينج والانسنتيف سبايروميتر اكسرسايزز بعلم بخلي البيشنتس يمارسهم عشان امنع الاتريكتسز واحسن الفنتيليشن. ممكن البيشنتس يقولنا نمشيه نابيلايزر لانه بالبدايه قلنا ممكن يصير في عنده برونكو كونستريكشن بسبب المواد اللي بتفرسها الكلوت. اذا صار في عنده سكريشن فاحنا ممكن نخلي البيشنتس يعمل بوستورال درينج كافينج اكسرسايز وبتخلص من السكريشن. طيب quality and safety nursing alert بقول لك اي patients ماخذ thrombolytic agent بدك تحاول ما تعملوش اي venopuncture. شو يعني venopuncture؟ تحبله دم او تغز الوريد، هاي معناها venopuncture، الا للحالات الضرورية القصوى. واذا عملت venopuncture قديش بدك تظلك ضاغط على مكان البنكتشر؟ at least 30 دقيقة. ايش نص ساعه وانت طبعا مش وانت ضاغط، ممكن تجيب كيس رمل اي ثقل وتظلك ضاغط. بلس اوكسيميتر حكينا عشان اطلع على الاكسجينيشن ساتوريشن، والثرومبوليتك انفيوجن لازم اوقفها اذا البيشنت صار معاه انكنترولد بليدنج. انكنترولد مش يعني انكنترولد مش قادر اسيطر عليه، يعني بحاول اضغط مش ظابطه معنا، فهذا طوال لازم اوقف ثرومبوليتك ايجنت. مش راح يطلع صوت. الله يعطيك العافيه دكتور علاء. اشغله يعني. If you are immobile for an extended period of time because of surgery, risk for deeply the leg. Blood with the help of arteries which rely on the heart to force blood through them. Veins transport blood. عن طريق مين؟ المسل كونتراكشن. عشان هيك جابوا لنا صوت المسل. Blood with the help of muscle contraction. لما يصير كونتراكشن يطلعوا على الفين شو بصير فيه؟ زي بيضيق لانه ضغط عليه. While you move and walk. Veins also have valves. وهذا ايش هذا؟ يا سلام خربنا الحفله. هذا الفالف. Veins also have valves. هذا الفالف اللي الجهه اليمين، هذا الفالف طلع كيف فاتح لفوق عشان الدم يمر. Embolism. If a clot is lots, pulm الموضوع or nurse immediately. ايش الساين سيمتومز؟ sudden sharp pain in the chest. Sharp pain. A feeling of lightheadedness or dizziness. ليش؟ يا انه rapid or irregular heartbeat. يعني بقلل الاكسجين ساتوريشن. Rapid or irregular beat اللي هي atrial fibrillation. To help prevent deep vein thrombosis and blood pooling in your legs. Walk around. Wear compression stockings. هاي شو البريفنشن؟ And take anti-clotting medication. خلينا نمشي على السلايد اللي بعده. شو بدنا 10 دقائق؟ 5 دقائق. بدكم بريك 10 دقائق؟ طيب خذوا لكم بريك 5 دقائق. أسامة هسه فطني يطلع بريك. وقت فطور والمسكين. Plural conditions. شو يعني plural conditions؟ اي امراض بتاثر على البلورال سبيس او على الممبرينز الفيسرال والبارايتال. وقلنا الفيسرال هو اللي بيحيط باللنج نفسها، بينما البارايتال هو اللي ببطن الثراسك كيج الكافيتي. ايش هم الامراض؟ بلوريسي او بلورايتس يعني التهاب الاغشيه نفسها، بلورال فيوجن تجمع السوائل زي ما احنا شايفين بالصوره، امبييما اللي هي بصير في عندي انفكشن في السوائل او في البلورال سبيس. ممكن هسه نجيها بلوريسي نوع من انواع انفكشن. انا نجيها وين راح شكله بحمى هذا ولا في الوسط. له خطيه وسام. نبلش بأول كيس، أول حالة بلوريسي أو بلورايتس معناها inflammation of the pleura membranes البارايتال والفيسرال. لما يصير inflamed
والتو ممبرينز انفليمد، هاي كلها راح تزيد الاحساسات في البين. فبالتالي البيشنت لما ياخذ ديب بريث راح يحتكوا ببعض، وبالتالي راح يصير اول شيء بين، ماشي؟ فراح يصير مع البيشنت شارب او سيفير، هاي ناقصه اي، سيفير شارب نايف لايك بين، خصوصا مع الانسبيريشن لما يتنفس، لانه لما يتنفس بصير اكسبانشن، فبقرب التو ممبرينز على بعض بصيبوا بعض بصير معاه هذا البين. في الاوسكلتيشن، في الاوسكلتيشن شو بصير معاه؟ بلورال فريكشن روب. شو يعني فريكشن روب؟ صوتهم هم يحتكوا لانهم انفليمد. طيب ساين سيمتومز، اول شيء بلوراتيك تشست بين worsened by inspiration او by deep breath، coughing، sneezing، عطس، pain بتلاقيها one side يا left يا right. صعب جدا تلاقي صار patients معاه مثلا plural condition بالtwo side الا اذا بتلاقي مثلا حادث سير مثلا. طيب مع التقدم طبعا والانفلاميشن وقاعد بصير في عنا سوائل وزيادة ترشح لهي السوائل، patients راح يصير معاه fluid develops، راح يصير معاه pleural effusion، والبين راح يصير له decrease. ليش صار راح يصير decrease؟ لأنه السوائل راح تفصل بين التو ممبرينز فبتبطل تحتك، وبالتالي راح يقل. واحد من الأشياء اللي بقدر أعرف إنه عنده pleuritis، بقول للpatients اعمل اكسبيريشن واحبس، في عندك وجع؟ بقول لك لا. لا لما عمل له اكسبيريشن طلعت، فانا قبضت اللنجز، فبقول للبيشنس عندك بين؟ بقول لك لا. فهم من الاشياء اللي تقدر تستخدمها. فقلنا البلورال فريكشن روب عن طريق الستيثوسكوب بالاسكلتيشن، تشست اكس راي ممكن يستخدموها، سبيوتم اناليسيس، ثوراسنتيسيس. شو ثوراسنتيسيس؟ نيدل بطلع السوائل. بالله لو صبرت على حظك بس. فالثوراسنتيسيس ممكن تكون دياغنوستيك، ممكن تكون للتريتمنت. كيف يعني دياغنوستيك؟ اني بسحب السوائل بعملها كلتشر بعرف نوع البكتيريا، او ممكن تكون تريتمنت اني بشيل كل هالفلويد ببطل تضغط على اللانجز. التريتمنت هسه احفظوا الاختصارات، دي اكس معناها دياغنوسيس، ار اكس معناها تريتمنت. بدي اشوف شو الكوز، كانت نيمونيا انفكشن، بدي اعطيه انتيبيوتكس. بيشنتس عشان البين راح اعطيه انالجيزيا، ممكن اعطيه اعمل له الترنيشن بتوين هوت اند كولد باكس او كمادات سخنه او بارده على الصدر، تعطيه هاي بتخفف من البين. البيشنتس ممكن اعمل له ايدوكيشن عن السبلينتينج، انه يستخدم مثلا البيلو يحضنها لما يجي تايقح عشان ما يصير عنده هذا البين، سميها سبلينتينج. شو يعني سبلينتينج؟ انه يدعم، سبلينتينج يدعم، هو ما عندوش جروح عشان بس تدعم نفس الممبرينز عشان ما يصير في عنده هذا البين. بلورال فيوجن معناته شو؟ البلورال فيوجن يصير في عندي accumulation of fluids، وهذا accumulation ماله abnormal. وين؟ في البلورال سبيس. أسبابه ممكن تكون heart failure، زيادة الهيدروستاتيك بريشر، TB tuberculosis، نيمونيا، ها كلياتها من الانفلاماتوري بروسس، pulmonary infections، أو حتى PE. كمية الفلويدز الموجودة في البلورال سبيس من 5 إلى 15 ملي في كل جهة، في كل جهة، ماشي. الإفيوجن طبيعة السوائل حسب شو الكوز، ممكن يكون كلير فلويد خصوصا في حالات الهارت فيلير أو الرينال فيلير مثلا، ممكن بلودي سي في حالات الهيموثوركس أو تشست تروما، أو ممكن تكون بيورلنت. بيورلنت شو قلنا؟ دائما تكون معها بس يعني انفكشن، زي في حالات اللي بتصير بسبب حالات النيمونيا. Signs symptoms: fever, chills, pleuritic chest pain. إذا كانت كمية كبيرة من الفيوجن، هاي شو راح تضغط على اللانكس؟ تمنع lung expansion. فبالتالي البيشنت راح يصير معه ديسنيا، والأوتو ساتوريشن راح تتأثر، وفي ريسك يصير معه أتليكتاسس، منها ما بدأت تتوسعش اللانكس. وممكن يصير في عنده tracheal deviation،
لا unaffected side. شو يعني؟ أنا هاي اللونج الشمال، هاي التريكيا بالضبط التريكيا، وهاي الجهة اللي صار فيها build up، فالتريكيا مع اللونج راح تصير فيها shifting، تلاقيها من تحت رايح على الجهة unaffected. No. التريتمنت أو سوري لساتنا بالدياغنوسيس، patients ممكن يكون عنده decreased or absent breath sounds لأنه ما فيش chest expansion، يعني patients عنده right pleural effusion، باجي بحط السماعة بسمعش صوت نفس أو قليل، ليش؟ لأنه ما فيش lung expansion، فيش ضغط عليها. decrease the fremitus، يعني fremitus حس the vibration، ما فيش هواء بفوت، كيف بده يصير fremitus؟ dull or flat percussion sound لأنه في انتقلت من gas لفلويد او دم. تريكل ديفيشن حكينا شو هي، تشست اكس راي ممكن نستخدمها، تشست سي تي ثراسنتيسس. تريتمنت حسب الاندرلاينج كوز، واحسن اشي اخر شيء التريتمنت بعمله ثراسنتيسس، بسحب السوائل، اذا كانت كميه كبيره كثير من السوائل بركب البيشنس تشست تيوب. هاي ثراسنتيسس، ثراسنتيسس يا بتكون عن طريق بسحب السوائل، استنى شوي انا بضل اعلق، يلا يا زلمة علق علق، لا حول ولا قوة الا بالله، علق الكمبيوتر، علق كل شيء. ثراسنتيسس بدي اطلع من باور بوينت لانه علق. اي سلايد بالله ولا ما مش حافظينها؟ يا سلام، كله من الاوفيس 2021، ثقيل كثير، لا بجنن بس. يلا يا كبير، مال اليوم هاي عملية ثراسنتيسس، انا بدخل نيدل وبصير اسحب السوائل، طبعا النيدل يا بتكون مربوطة بسكشن زي هاي الجهة، يا مربوطة على ووتر سيل درينج سيستم زي ما هي موجودة في هاي الصورة، وهاي شبيهة كثير في التشست تيوب. ماشي. Nursing management supporting medical regimen، شو الدكتور يعني بيعطينا orders بننفذها وبنعمل explanation للpatients وبنعطي support للpatients. prepare and position the patient for thoracentesis، اطلعوا كيف الposition، نايم لقدام بالضبط، وممكن نعطي patients sedatives يعني، وطبعا anti-anxiety أو anxiolytics عنه خلص لو ايش يظلوا صاحي بكون خايف يتحرك يعمل له هاي حركة تفوت النيدل بالهارت تعمل له كومليكيشن، لا نايمه وريحنا. دكتور making sure that thoracentesis fluid amount is recorded، هسه من وظائفنا كنيرسز نظلنا شيك على الامونت، اذا كمية كبيرة قاعدة بتطلع وفيها دم بعرف انه في عنده bleeding. وطوالي بودي عين لوين لللاب عشان اعرف شو نوع المايكرو اورجانيزم، اذا في مثلا نيمونيا. اذا انا بستخدم التشست تيوب او الووتر سيل سيستم اللي هون، بس بدي اعرف انه شغال صح. كيف بدي اعرف انه شغال صح؟ مع الانسبيريشن والاكسبيريشن شو بتلاقي الفلويدز، فهسا ووتر سيل، شو يعني ووتر سيل؟ يعني اشي محطوط تحت المي، التيوب اللي طالع من البيشنس محطوط تحت تحت المي، عشان ايش؟ ما يرد يرجع الهواء على اللنجز، ما يرد يفوت هواء على اللنجز، ما يصير ما دلطو منا. انتو ما خطوش جيست تيوب العملي؟ لا. طيب ناس اطلع وين هاي النيدلش جاية على البلورال سبيس. التيوب الووتر سيل، انا بحكي عن نوع الووتر سيل،
بيكون هذا التيوب تحت مستوى مي جاي نازل تحت المي، يعني جوات مي بين قوسين. هسا انا اللي بسحبه بفوت وبروح على الدرينج، بس هل المي هاي شو وظيفتها؟ تمنع انه يفوت هواء مكان الفلويد اللي سحبتها. لو يفوت هواء شو مصير الحال؟ اسمها نوموثوراكس، عشان هيك سميناها ووتر سيل، يعني انت سكرت على الهواء او منعت الهواء يرجع عن طريق الووتر. انا كيف بدي اعرف انه هذا شغال التشست تيوب؟ شو بتلاقي الليفل اوف ذا ووتر؟ بعمل له فلكتويشن مع الانسبيريشن والاكسبيريشن، هذا الدليل الوحيد انه شغال، انه بصير لنا فلكتويشن. طبعا في دليل ثاني انه قاعد بيطلع ايش؟ درينج، انه قاعد بيطلع الدرينج، قاعد بيطلع دم او قاعد بيطلع غاز. كيف بعرف انه في عنده بليدنج؟ انه كميات كبيره من البلط. كيف بعرف انه في ليكج؟ في تسريب هواء. بالمي شو بتلاقي؟ اير بابلز بسرعه. لما كيف تنفخ بمي بتلاقي اير بابلز، هيك بكون الشكل. اسئله انكليك سايكولياتا اطمنكم يعني. فاحنا كنيرسز ايش مسؤولين عن انه نتاكد انه السيستم از فانكشنينج عن طريق الاشياء اللي حكيت بيها هسه. وانا بدي اعمل دائما اسجل الاماونت اوف درينج حسب كل قديش، كل ساعه كل ساعتين لازم نعمل دوكيومنتيشن. واحنا لازم كمان نشوف البين ليفل واعطي الانالجيزيا حسب ما الدكتور كتب في الوصفه. امبيما معناها انفكشن في البلورال سبيس، وبالتالي راح يصير عند البيشنتس اكيوميليشن اوف ثيك بيورلنت فلويد وذين البلورال سبيس، وبالتالي راح يؤدي الى بلورال فيوجن. فهي واحد من الكومبليكيشن اللي بتصير بعد البكتيريال نيمونيا او اللنج ابسس اذا البيشنت صار معه بينيتريتنج تشست تروما. شان بينيتريتنج تشست تروما؟ ايش فات على اللنجز؟ بعطت سكينه ثوراسنتيسس، اجي بدي اعمل البيشنت سنترال لاين اللي هو يدخلوا اللاين على سب كليفن. وين السب كليفن؟ من اسمه تحت الكليفيكل. فالنيدل الطويله انت انا هاي شفتها بايام وانا طالب ادلت وان مستشفى هناك عبد الله، رحت ما غيب دخلوها تحت البيشنت. بيشنت طبعا مش مخدر تخدير عام، تخدير موضعي، تخيلوا وشوفها تفوت كثير. المهم فهاي لو فاتت على اللنكس شو راح تعمل مع البيشنت؟ بنتريتنج تشست تروما. فممكن تعمل امبيما خصوصا اذا ما كنا ستريل او بعد ثراسنتيسس. بيش نفس الشيء اذا ما كنا ستريل في عمليه ثراسنتيسس، بيشنتس راح يبين انه كثير مريض وعليه نفس علامات التشست انفكشنز او الاكوت ريسبيراتوري انفكشنز او النيمونيا اللي هم فيفر، نايت سويل، تشيلز، ولوس اوف ابيتايت، كل شيء، بلوراتيك تشست بين، كف، ديسنيا، انوركسيا، ويت لوس. Diagnosis chest auscultation، بروح بطلع كمان عينة بعمل aspiration بوديها للمختبر وبعرف شو نوع البكتيريا. chest CT أو زي ما حكينا diagnostic thoracentesis. treatment إني بسحب السوائل عن طريق thoracentesis أو بستخدم chest tube، أو ممكن يعملوا chest drainage via thoracotomy. شو يعني أيام المقدمة؟ otomy اكتومي استئصال، اوتومي فتحة، يعني بيفتحوا اشي بالصدر وعشان نطلع كل هالسوائل، وبظلهم ماشينوا على انتبيوتكس لفترة طويلة من 4 إلى 6 أسابيع هو ماشي على انتبيوتكس. طبعا احنا نحكي البريوريتي جست تروما. هنا راح يصير معك برين شيفت، يفتل الدماغ. Chest trauma is classified as either إلى كثير classification. واحد من classification تاعتها إذا كانت blunt أو penetrating. شو يعني blunt؟ يعني رضة، ضربة راضة. بينما penetrating إشي حاد، إشي اخترق اللنجز. ثنتين خطيرات طبعا. واحد حادث سير ولما خبطت سيارته الستيرينج خبط في الصدر تاعه، مش لابس حزام الأمان، شو راح تعمل له؟ بلانت. طبعا هسه انت اللي مش عارفينه بحوادث السير، انا ماشي 120، سياره ماشي 120، انت داخليا، انت فعليا، انت كمان سرعتك 120، اعضائك كمان ماشيه 120، خبط مره واحده اعضائك، انت وقفت او سياره وقفت، انت وقفت اعضائك شو قاعد تعمل؟ قاعد بتتحرك. شو احتمال يصير؟ الاورطه،
يفتح ينشرع بصير رابتشر انترنال بليدنج بخوف. غير هيك كونتيوجن بصير في عندي لاسيريشن في اللنج تيشو. فهي من أب من يعني شو بدي اقول لكم حوادث السير بتخوف خلص بكفي. فالبلانت جست تروما ممكن تصير من صدنج كومبريشن او بوزيتيف بريشر بتاثر على التشست وول زي ما قلنا مثلا حادث سير خبط الستيرنج فيها. ضبطوا لنا يا استيرنال او ريب فراكتشرز ممكن تصير او فليل تشست. وهسه بنيجي لمصطلح شو هو الفليل تشست. فليل تشست ماذا رح نشرحها اصلا فليل تشست يعني مش ما بزبطش ينشرح بالحكي لازم بصور. بلانت تروما هي مور كومون ذان بينتريتنج تروما والموست كومن كوز ار موتور فيكل كراشز حوادث السير فولز الوقعات بايسيكل كراشز. تايبس اوف بلانت تشست تروما ممكن يصير عند البيشنتس تشست وول فراكتشرز زي الريب فراكتشرز ديسلوكيشنز الخلع مثلا. باراتروما اي تروما بتصير بسبب الاير بريشر الاتموسفيريك اير بريشر هاي بنسميها ممكن السباحة. بس انا بقول لكم بدي اعطيكم اكثر شيء بتشوفه بسبب الفنتيليشن الميكانيكال فنتيليتر اعطى كميه كبيره من الهواء للالفيولاي مش قادر تستحملها شو راح يصير بالالفيولاي تفقع راح يصير الربتشر. فاي تروما بسبب بريشر بنسميها بار تروما. ممكن فحطوا فاصل بعديها مش مصبطوهن هاي الاشياء لانها مش مصبطه بصراحه عندكم سلايد. بيشنتس ممكن يكون في عنده ديافراجماتيك انجري ضربه في الديافرام انجريز بالبلورا باللنجز بلانت انجريز بتصير بالهارت جريد فيسلز فينز او ليمفاتيك. هاي كلياتها بديش اقول تايبس كونسيكونسز يعني نتائج او الاشياء اللي ممكن تصير بسبب الشست تروما. طيب فليل تشست الحمد لله انه حطوا لي اياها على السلايد الثاني. فليل تشست ان شو اللي بصير لما يكون في عندي فراكتشر بريبس خصوصا مين هم الفلوتينج فراكتشرز 11 و 12 هذول ال 11 و 12 شمالهم مش شبكات على الاسترنم لا دايركت ولا اندايركت بس هم منزقين وين من وراء. فاي شيء كسرهم اي شيء بكسرهم ما صار فيهم فراكتشر شو صفوا فلوتينج بالكامل يعني ما فيش شيء ماسكهم. فانت بالانسبيريشن بهاي الحاله هي هون صار الفراكتشرز بالانسبيريشن ما فيش شيء ماسكهم شو مالهم فاتوا بيطلعوا لجوا بفوتوا لجوا لانه ما فيش شيء ماسكهم بسحبهم مع الانسبيريشن. مع الاكسبيريشن بيطلعوا بلجينج بيطلعوا لبرا. فهم عباره عن زي دندول الساعه رايح جاي حسب الانسبيريشن والاكسبيريشن. هاي الفليل تشست ماشي عرفنا شو الفليل تشست رايح جاي. فهي بارادوكسيكال هاي بالضبط بارادوكسيكال موفمنت بالانسبيريشن والاكسبيريشن. بالانسبيريشن بتصير زي جوره سكت انورد بتفوت لجوه مع الاكسبيريشن الفليل تشست شو مالها بولجز اوتورد اي بي سي اي بي سي دائما اولويتنا اي بي سي لا اي بي سي اهم من البين. النوع الثاني penetrating trauma يعني ايش بيخترق chest wall. ف foreign object penetrates the chest wall ممكن gun knife طخة طلقة ممكن gun knife ممكن gun ممكن knife ممكن من حوادث السير من العصير. العصير شو اللي بخوفنا منها الدبريز هاي طبعا قاعد شو مخوفنا منها بنخافش منها احنا هون بالاردن لما كنا بامريكا شو كان يخوفنا منها بيوتهم خشب الخشب طاير وطبعا مكسر بكون حاد واحد واقف ولا هي خشب فايته بصدره. فهاي بينتريتنج تروما هاي مثال على بينتريتنج تروما. العملي شو سميناه ثراسنتيسس بينتريتنج تروما ان احط للبيشنت سبكليفيان فين او سبكليفيان اكسس هاي مسميها بينتريتنج تروما. فكومون انجريز انكلود نيموثوركس ليش لانه طوالي هسه بالبلورال سبيس شو نوع البريشر بوزيتيف ولا نيجاتيف نيجاتيف عشان اخلي اللنجز تعمل اكسبانشن.
فطوالي إذا أنا فتحت فتحة صار في إشي فتح في الشيست وول مع النيجاتيف بريشر، شو راح يسحب؟ كل الأتموسفيريك بريشر. فالنيموثوركس معناه تجمع غازات accumulation of gases في البلورال سبيس. ليش؟ لأنه البلورال سبيس هو إيش قلنا النورمال فيه؟ نيجاتيف بريشر. فلما أنت تعرضه للبوزيتيف أتموسفيريك بريشر برا بوزيتيف الأتموسفير اللي هو الضغط الجوي، وجوا النيجاتيف بده يطلع، النيجاتيف بده يطلع، بده البوزيتيف يفوت على النيجاتيف، فبالتالي تتجمع الغازات. وين هاي الغازات راح تضغط على اللنجز، راح تضغط، وبالتالي راح يبطل، راح يبطل يصير فيها إكسبانشن. طيب وبالتالي إذا ما صارش باللنجز إكسبانشن شو راح يصير فيها؟ كولابس. راح يصير فيها كولابس. ايش الميديكال مانجمنت والسيرجيكال مانجمنت؟ اني اطلع كل هذا الهواء عن طريق تشست تيوب، عن طريق تشست تيوب. وفي بعض اذا كان البيشنت مثلا عنده تنشن نيموثوركس، وهسه راح نحكيها، من اسمها تنشن ايش بيضغط، بيضغط على الهارت خصوصا والجريت فيسلز، فبيمنع الهارت انه يتوسع انه يستقبل دم، فالهارت لما يجي ينقبض مش مطلع دم، بتقلل الكاردياك اوتبوت، هذا نسميها تنشن نيموثوركس، لايف ثريتنينج سيتويشن. فممكن يستخدموا نيدل، جرين نيدل على السكند انتركوسر سبيس على الجهه طبعا افكتد، فوتوها وراح تسمع بش كيف لما تدخل نيدل فوتبول بتنفس نفس الصوت. حاله تنشن نيموثوركس تروحيش تدوري تنشن نيموثوركس، بس هاي تستخدم هاي ايمرجنسي تريتمنت لان البيشنت بده يموت. فالميديكال مانجمنت احنا ممكن نستخدم قلنا التشست تيوب، الا في حاله التنشن نيموثوركس بتكون عن طريق هاي النيدل. تايبس اوف نيموثوركس، طلعوا قديش في عندنا تايبس. عندنا سمبل اور سبونتانيوس نيموثوركس. تعال بيشنتس ممكن يكون هيلثي مره واحده صار معاه ديسنيا شورتنس اوف بريث، روح افحصوا اكس راي بين عنده نيموثوركس. هاي بتلاقي في عنده زي بوليبس. شو يعني بوليبس؟ زوائد او كياس على اللنجز على الفيسرال ممبرين، وصار لها رابتشر، او صار بكون في عنده بليستر زي تجمعات وصار فيها رابتشر، ففات الهواء من اللنجز جواتها من جوا لبرا، فهاي نوع من انواع كلوزد نيموثوركس. لانه النيموثوركس كمان لها انواع ثانيه، وينها؟ اوبن وكلوزد. اوبن مش هون وكلوزد، مش حاطين انواعها هيا. شو يعني closed pneumothorax؟ chest wall شو ماله؟ intact. شو يعني intact؟ فيش اشي ثقبه، ما عملهوش اي ثقب فيه، هاي مسميه closed pneumothorax. بينما open pneumothorax شو بيكون بالchest wall؟ ايش عملوا penetrating؟ ايش فتح فيه؟ ضربة سكين، طخة، ضربة، أي إشي. فالسبونتاني أو السمبل هل صار إشي بالتشست وول؟ لا، إشي من اللنجز ما إحنا مش عارفينها بسمينا، فهي نوع من أنواع الكلوزد نيموثوركس. فالإير إنترز البلورال سبيس من وين؟ من بريتش، بصير في مش بالبرايتل، غلط، هاي بالفيسرال ممبرين، ماشي؟ غلط، لأنه غلط بصراحة، ممكن بالكتاب كاتبها برايتل بس غلط، يعني هو الكتاب قرآن استغفر الله العظيم. طيب تروماتيك نيموثوركس، تروماتيك ممكن تكون اوبن وممكن تكون كلوزد. اذا كانت ايش عمل بنتريتنج للتشست وول فهي اسمها اوبن. اذا من الخضة اللي صار في لاسيريشن ورابتشر باللنجز نفسها فهي كلوزد. فتروماتيك نيموثوركس بصير اير اسكيبس فروم laceration باللنج itself يعني بين قوسين closed، او فات لي على البلورال سبيس من wound في chest wall، او انها كانت open. فالchest wall اخترقوا open من اللنج للبلورال سبيس هاي closed. امثل عليها stab wound، شان stab wound الطعنات، gunshots طلقات، او ممكن حتى من البلانت تروما زي الريب فراكتشر، فهي شمالها كلوزد.
أنا ضفت لكم كمان ممكن تكون من medical procedures زي thoracentesis أو central line insertion. tension pneumothorax هذا أخطر واحد فيهم. tension pneumothorax إنه الهواء بفوت على pleural space وما بطلع. فقاعد بفوت وما بطلع. وبالتالي قاعد بتراكم أكثر وأكثر. ماشي؟ اللي هنا كاتبين open pneumothorax مع انه بالopen pneumothorax ممكن نعمل tension pneumothorax. المهم خلينا نمشي معهم زي ما بيقولوا بالopen pneumothorax او عكس pneumothorax او الopen pneumothorax. هسا شو يعني open؟ هاي مثلا هون open الهواء بفوت وبيطلع مع inspiration والexpiration بفوت وبيطلع. في شيء بيضغط لكن مش هذاك الضغط انه بيأثر على الهارت كثير او على الجريد فيسلز. التنشن بيكون هون مثلا هاي طبقة كيف بدي اعملها؟ طلعوا خلينا اقول لكم مثلا في اشي خبط بالممبرين فصار في عندي رابتشر هاي الممبرين ستات التشست وول فواحد زي بتيجي فوق واحد لما يفتح يعمل انسبيريشن بتفوت الهواء لما يجي تعمل اكسبيريشن بيسكروا على بعض فشو ماله هذا صار مع البيشنتس اشتغلت هاي الفتحه كانها صمام وان واي فالف فهوا بفوت بيطلعش هوا بفوت بيطلعش شايف في حاله الاوبن او اللي حنسميها هي اسمها تنشن بس هي هاي في حاله اوبن لانه صاير من برا عشان هيك قلت لكم مش شرط دائما اوبن نيموثوركس ممكن تكون من وين سمبل ممكن تكون من سمبل سبونتانيوس patients مثلا او مش حتى تروماتيك يعني اي اشي بتراكم جوات البلورال سبيس وما بيطلع هذا بيؤدي الى تنشن بيؤدي الى تنشن فالتنشن هنا هذا الغلط اللي بدي اقوله في السلايد فالتنشن نيموثوركس شو معناه انه في اشي او الهواء بفوت على البلورال سبيس ما بيطلع بغض النظر اذا كانت اوبن زي هاي الحاله اللي انا هسه رسمت لكم اياها او حتى هون هي هو راسمها هون نفسها وراسمنا اياها مع انه فايت من التشست وول معناته شو اوبن لكن ايش في عندي فالف زي ما انا رسمت هون بتفوت بتسكر اللاير بتفوت بتسكر اللاير قاعد بتراكم فايتش النيموثوركس لكن مين اللي سببها اوبن نيموثوركس كمان ممكن تكون من كلوزد نيموثوركس انه هاي اللنج صار فيها رابتشر فانا لما اعمل انسبيريشن قاعد بيطلع ترد تسكر اللايرز بالضبط نفس الطريقة اللي أنا رسمتها هون فهي اشتغلت فالف فبصير مع البيشنس تنشن نيموثوركس فالتنشن نيموثوركس ممكن تسببه كلوزد ممكن تسببه اوبن طيب شو قلنا انه الاير انترز التشست او البلورال كافيتي مع ايتش انسبيريشن لكن ما بيقدر يطلع مع اكسبيريشن فقاعد بتراكم كل ما انت تعمل بتفوت هواء على البلورال سبيس لما تعمل اكسبيريشن لساته اعمل انسبيريشن مع الوقت شو بصير مع اللنج كولابس مش بس كولابس هسه بنشوف شو راح يصير هاي شرحناها صح طيب لا شو بده يطلع كيف بده يطلع من الايروي هاي طلع لي هون شو دخل بالايروي هسه بالاوبن نيموثوركس وهاي الصوره حاله نادره من حالات النيموثوركس خلينا نعمل اسكيب عشان نشوف الكتاب اللي تحت موجودة مبين عندكم؟ طيب الصورة اللي أهم شيء مبين عندكم؟ وخلينا نطلع الصورة شوفوها هسا هاي بتقول لنا كيف بصير في عندي تريكيال ديفييشن كيف بتصير في شيفتينج شيفت في التريكيا هسا الأصل إذا كان البيشنس ما عندوش تنشن نيموثوركس فالتريكيا ثابت او ممكن يصير له سلايتلي ديفيشن ماشي اذا عنده تنشن نيموثوركس خلينا نحكي على التنشن نيموثوركس اطلع هاي اللنج الشمال هايهم طبعا بهاي حالتين الانسبيريشن والاكسبيريشن اللنج الشمال اللنج سوري اليمين هي اللي صار فيها تنشن نيموثوركس بفوت الهواء لكن ما بيطلع فصار في عند بريشر شو عمل بالتريكيا هون صار لها شيفتنج المشكله مش بس شيفتنج مع الانسبيريشن اطلع على المساحه هاي ضغط على مين؟ ضغط على الهارت وضغط على الجريت فيسلز شو يعني الجريت فيسلز؟ الفينا كافا والأورطة إذا ضغط عليهم راح يقل الفينا صرتين وراح يقل الكاردك أوتوت
كاردياك تامبونيد اسمها ماشي. فهاي emergency situation. شو اللي بيميز التنشن نيموثوراكس؟ دائما عنده deviation في التريكيا. طلع في الانسبيريشن والاكسبيريشن التريكيا مايلة على الـ unaffected site، على الـ unaffected site. اذا طلعوا على open pneumothorax اللي حاط اللي هون الاخ الكتاب open pneumothorax، انا شايف التريكيا فيها deviation اكثر من ايش، من التنشن. هذا غلط. هي ممكن تصير، تعرفوا متى بتصير؟ اذا كانت الفتحة في التشست وول اكبر من قطر التريكيا، نسميها sucking chest. يعني بين قوسين، انا شو اللي بخليك تتنفس؟ النيجاتيف بريشر البلورال سبيس. انا بدي اضخ هواء وفي عندي مكان فتحه صغيره وفتحه كبيره، من وين الهواء بده يروح؟ على الفتحه الكبيره. فاذا الفتحه اللي صارت في التشست وول اكبر من قطر التريكيا راح يبطل الهواء يفوت على التريكيا، راح يفوت، يصير يفوت من وين؟ من هاي الفتحه. فكمية البرشر كبيرة راح تعمل هاي الديفيشن. فهاي الصورة فعلا ممكن تصير في في الأوبن نيموثوركس، بس بشرط انه الفتحة تكون اكبر من قطر التريكيا. وشو منسميها؟ ساكينج تشيست او ساكين نيموثوركس اتوقع ساكين تشيست، انا بدي بعرف. هيا ساكينج تشيست وونت ماشي. هاي الحالات النادرة اللي ممكن تشوف فيها ديفيشن بهاي الحالة في حالات الأوبن نيموثوركس. لكن في الأوبن نيموثوركس البسيطة اللي بفوت الهواء بيطلع عادي، ممكن تلاقي فيه سلايت ديفيشن في الانسبيريشن بس، بقية الأمور بتكون أموره تمام. لكن تنشن نيموثوركس ثابتة بالانسبيريشن والإكسبيريشن. في عندي احفظوها تريكيال ديفيشن توورد بأي اتجاه unaffected site، هيا راحت بالجهة اللي ما فيها شيء. clinical manifestation تعتمد على size والكوز. pain usually sudden وممكن تكون pleuritic كل حوالين الصدر. patient راح يصير معه dyspnea، ما فيش lung expansion. air hunger، hypoxemia، increased use of accessory muscles عشان يعوف. tachypnea، patient قاعد بصير معه hypoxemia but progressive وصير معه central cyanosis. ممكن يصير معه hypotension و tachycardia لأنه ضغطوا على great vessels، قللوا الفينوس ريتين وقللوا الكاردك اوتبوت. وقلنا في حالات التنشن نيموثوركس شو بصير في عند البيشنتس؟ تريكيال شيفت لجهه الان افكتد سايت. ما انه صار في كولابس باللنجز ما راح تسمع بريث ساوند. بيرفيوز ديافوريسس بسبب الستريس والريسبونس تاعها. مانجمنت اذا كانت صارت المشكله برا المستشفى اوت هوسبيتال، بتلاقي انظف اشي قدامك وبتسكر فيه على مكان الجرح. اذا ما لقيت شيء حاول تكون ايدك نظيفه واضغط فيها ماشي، وبتخلي البيشنت ياخذ نفس ويحبس ويشد عشان نحاول نعمل هذا الصمام اللي قبل شوي حكينا عنه. بالمستشفى ممكن يستخدموا شيء فيه جوز مع بتروليوم جيلي، هيها بتروليوم جوز امبريجنيتد وذ بتروليوم مغموسه، بتسكره لانه الجوز كمان فيها مسامات. فانا حطيت هذا شو اسمه الفازلين مثلا، سكر عليها مع بريشر. طبعا الجول اوف تريتمنت اول شيء افرغ الهواء وامنع، طبعا ممكن هواء او بلاد، اذا كانت بلاد شو صار اسمها هيموثوراكس، افرغ الهواء وامنع من انه يرجع يفوت. فبنستخدم تشست تيوب كونكتد تو ووتر سيل درين زي ما حكينا عشان اشيل الهواء والفلويد او البلاد. اذا كان البيشنت معاه نيموثوراكس يعني تجمع غازات، الانسيرشن تاع التشست تيوب بتكون على السكند انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين، هذا اذا كان نيموثوراكس. اذا كان هيموثوراكس او بلورال فيوجن على فيفث انتركوستال سبيس على الميد اكزيلري لاين ماشي، في حالات هيموثوراكس او بلورال فيوجن. ليش؟ لانه الهواء وين بينزل ولا بيطلع؟ بيطلع كله لفوق، عشانك بحط التشست تيوب على السكند. بينما الدم والسوائل بالجرافيتي بتنزل فبحط على الفيفث انتركوستال سبيس. هاي طريقه. في ناس بيقول لك لا خليها دائما على الفيفث انتركوستال سبيس دائما، لكن في حالات النيموثوركس بتدخل التشست تيوب وتطلعه لفوق داري، يعني حسب شو الدكتور وين درس شو الابروتش اللي تعلمه. مانجمنت لما ندخل التشست تيوب
وسكشن از ابلايد بلشنا نسحب وكميه السكشن بتكون تقريبا 20 ملم اوف ميركوري. فبصير احنا نفرغ كل البلورال كافيتي من الهواء او من السوائل او من الدرينج. اذا ممكن البيشنس نعمل له ثراكوتومي في حالات اذا كان اول ما دخلت التست تيوب كانت اكبر من 1500 مل، او انه ظل التست تيوب استمر لفتره اكثر من 200 مل، فهذا انا بعرف انه في كميه كبيره ضاغطه، فهذا التست تيوب شو قاعد شوي شوي شو 200 مل، فقاعد بيطلع كميه كبيره. فانا خلينا شو بنعمل ثراكوتومي. شو يعني ثراكوتومي؟ اني بعمل فتحه في التست وول علشان اوصل البلور سبيس وبالتالي تطلع كل هاي السوائل الموجوده. متى بعمل الامرجنس ثراكوتومي؟ اذا انا كان في سسبكتد كاردوفاسكولار انجري او صار مع البيشنتس كاردياك تامبونيت. خلصنا صح؟ الله يعطيك العافيه. وكو استوعبوا معي وكو شو 31 سلايد بساعتين؟ مرتب. ما هو بنش افريقيا، ما هو هاي لازم نخلص 50 سلايد 80 سلايد. اه والله ركبت نسيت موجود.